السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في قناتنا بسموه شنو؟ قناة المتواضعة. جزاك الله خير. اليوم يا جماعة عندنا جي ام سي، ورا إذا كان شيفي تاهو ولا بسموه شنو؟ جي ام سي دنالي إكسبرس أو كاريلاك إسكليت، كل النظرية بتاعته يا جماعة واحد. المفتاح بتاع السويتش ده يا جماعة، ده مفتاح عبارة عن كمبيوتر، عبارة هو ما في فرق بين التلفون وبين اللابتوب اللي عندك انت في البيت او الديسكتوب، وده يا جماعة كل عبارة عن كمبيوتر. فوق النورس بريدج وفوق الساوث بريدج وفوق برضو الاي سي اللي هو بيسموه شنو، الانتليجنت ولا سنترال كنترول يونت ولا سنترال كنترول يونت ولا حاجة، يعني عبارة عن كمبيوتر. وده زي الكيبورد بتاعك، عاملينه مبسط انه يشتغل، يديك انبوت واوتبوت وبيديك تخريج، وعنده كهرباء خاشي طالع. طيب ده حصل هنا عندنا تقريبا 2007 2008 2009 يو نيم ات، ده البارت نمبر. اذا لقيت واحد يوز مستعمل حقك الاول بايظ ممكن تركبه وبيشتغل، لانه اوريدي فوقه السوفت وير مفرمت. اذا ما لقيت وشايفين هنا يا جماعه في 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 اصلاحات كثير جدا جدا، ما كل نفس الجهاز بيركب بيشتغل في 10 15 20 100 نوع من العربات، لكن لا، في بعض العربات الكوبس بتاعهم ثلاثه بس، في واحدين انه اربعه خمسه كوبسات، في واحدين انه سته كوبس، بيختلف على حسب العربيه. لكن السوفت وير لما تنزل السوفت وير، السوفت وير هو اللي بيحكم في كيفيه تشغيل السياره. يعني في بعضهم يعني ده انت اللي شفت ده عنده زجاج بيقفل معاك القزاز هنا مثلا، لما تشغله بيقفل هسه كده ما في اي حاجه، شفت الزجاج ده ما شغال ليه؟ لانه ما عندنا السوفت وير اللي بيشغله، يعني هو فاضي لسه، ما قربوا، ما دخلنا فوق اي حاجه. عشان انت تبرمج الجهاز ده لازم يكون عندك باس ثرو او ايكيفالنت، ده الاصليه، ده الكوميونيكيشن لاين الاصلي بيسموه الام دي اي 2. لحد اليوم الديلر او الجي ام بيشتغل بده. ودار لك يا جماعه برضه اللابتوب، ده لابتوب شايفين اغبش ما بيظهر كويس، لكن لازم لابتوب، وعندك اشتراك في قناه بتاعت سيرفيس بروجرامينج سيستم للجي ام سي اي سي دلكو، بكلف للسياره الواحده ما يعادل كم، 40 دولار. اذا انت عندك اشتراك سنوي محظوظ لقيت، لانه وقفوا. فتتخيل انه الليله عندنا عربيه، كل الناس اللي في العالم في تقريبا 70 ل 80 مليون عربيه، او قول 50 مليون عربيه. ال 50 مليون عربيه لو دارين كل واحد داري يبرمج عربيه في اليوم، والعربيه الواحده ب 45 دولار، تتخيل هيكون في كم عربيه اتبرمجت اليوم بس من سوفت وير تقرا وتكتب كويس. الجهاز ده في واحدين بيجي فيه مبرمج اوريدي، لكن في بعضهم ما بيتبرمج. فعنينا هسه لما ركبنا ده شايفين بس القزاز ده شغال، شايف ننزله تهب ونرفع، لكن الزجاج اللي هناك ما شغال. يعني حتى انا ضغطت هنا، ضغطت هنا، شفت ذاك اشتغل صح؟ هذا اشتغل والله، لكن الورا ولا القدام، انت مشغل من هناك؟ او انت مشغل من هناك ليه تغشني يا اخي؟ من هنا ما بيشتغل، لكن من هناك بيشتغل، لانه ذاك اوريدي، ذاك عباره عن كمبيوتر قائم بذاته، ذاك عباره عن كمبيوتر قائم بذاته، لكن ده ما بيشتغل معك. شفت هنا ذاته ولا دور لك ان لك ما شغل، وهنا المفروض يكون في لمبه حمراء برضه يشتغل. يا جماعة الجهاز ده فاضي ما بيشتغل، أنا هنا نعمل شنو؟ نجي نبرمج الجهاز. نبدأ بسم الله، أنا أوريدي خشيت، ونجي نخش في النكست، وتاني نجي نعمل شنو؟ نكست. يا جماعة الكمبيوتر برضو مواصفاته اختلف، فأنت تشوف المواصفات الصحيحة عشان يشتغل معك الجهاز ده. كان عندي كمبيوتر قديم تميت يومين عشان بس نحاول نقدر نصل نشتغل في العربية، غلبني والله ما قدرت. طيب 2007 8 قول 8، انا ما متاكد كم، لكن نقول 2008. ام بي في كومبليت شيفي شنو يا جماعه؟ شوف الحته دي يا جماعه، ده المعلومات اللي انت تيجي تختاره. الكتابه كان صغيره جدا جدا، شيفي تاهو او سوبربر. هو بالمناسبه انت ممكن تخط المعلومات، لكن الكمبيوتر بعد بيمشي وبيجيب لك الفين نمبر رقم الشاسي، ما بيعتمد على المعلومه اللي انت اديته. انت بديك المعلومه، لكن انت بعد امشي وهو بيقول لا انا بمشي برقم الشاسي. هسه ده رقم الشاسي، والعربيه لو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، الفين نمبر نمبر 10، دي از ان ديفيد، معناته اي بي سي دي قريب 2014 او 13، ما 2007 ولا 8.
فاعتمد على الفين نمبر اكتر من اي حاجه تاني. في كلام هنا بقول عن المعلومه انه في شفت ده كل الكمبيوترات الموجوده في العربيه شايفين ده كل يا وضمي كمبيوترات اني داري شنو DDM ما DD في درايفر دور ماجول درايفر دور ماجول وعندنا باسنجر دور ماجول فدرايفر دور ماجول بروجرامينج if it equipped اي والله عندنا equipped نجي نقوم ندخل ده نقوم نقول اوكي بعدها بيمشي بيجيب لنا الفايل يا جماعة ده زي وزي انك تقدر تعمل داونلود لحاجة في الكمبيوتر بتاعك ننزله هنا ونجيبه من وين نجيبه من المخزن بتاعت السيرفيس بروجرامينج طيب بعدين ننتظر لحد ما يعبي لنا السوفتوير للزجاج اللي هو للجهاز بتاع اللي بيشغل الزجاج المفتاح الرئيسي هيفتح بعد شوية معنا شفته فتح وبعد ذلك نقلق new soft to address issue where customer may find inside يعني may find inside are locked after shifting to park or front door latch release switch push يعني في 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 اشياء معينه بيصلح لك بيصلح لك طبعا ده المعلومات اللي عندنا بعدين نعمل اوكي يا حبذا لو عندك تشارجر لو ما عندك ممكن تطفي العربيه خلي الاجنيشن فوق وبعدك نمشي ننزل نوقف الاير كونديشن كويس شفت بيجي ينزل معنا يس نمشي بعد شوي ننتظر زي ثلاث من واحد لثلاث دقائق وبعدك البرمجه بيجي ببدا شايفين هناك شغال وما تنسى لازم يكون عندك انترنت الانترنت بتاعك لازم يكون قوي شايف بيجي ننزل الفايل بتاعه 88042 بايتس والكلمه والبايت يا جماعه قالوا البايت فوق الثلاثه حرف الثمانيه حرف مش باللغه الانجليزيه ايت البايت فوق ايت ليترز حسب اذا انت عندك ديكودر اللي هو الباينري ديكودر اذا مشيت قدرت قريت المعلومه اللي تجي تفتح ممكن تشوفه كله الباينري بتاعه كله مكتوب فيه بتلقاه يعني ممكن تفكه تشوفه ذات في بعض الناس في شغالين في السوفت وير انجينيرنج البام 0101 لحد اف بيقدروا يكتبوا لك المعلومات دي كله ويغيروا ويمسح ويكتبوا الفين نمبر كله ويرجعوا يعملوا رايت طبعا الشركات الجديده بقت تحاول انه في بعض الحاجات لما يعملوا لك يوني بودي تاني ما تقدر تخطه في عربية تاني يعني هسه الكلاستر ده في بعض الروادي كان طلعته من عربيته ما بيشتغل معك تاني إلا في عربيته ما لم تلقى زول انجينير كده تمام يجي يفتح الراديو يشيل التيب يقراه ويغيره الحمد لله رب العالمين يعني ناسا في انتظار دائما ادخل التلفون الكمبيوتر بتاعي يعمل سليب شفته عمل تشك تشك و جبال لو ملاحظين بدنا ننتظر لحد يدينا الختم النهائي اوكي خلاص اداك الختم النهائي التقرير النهائي انه انت عملت شنو وحصل شنو للعربيه ونقفل السياره لخمسه دقائق مثلا او لدقيقه او 30 ثانيه وبعدك لما نيجي نفتح الخزنه هتشوف انه في حاجات كثيره تغير المرايات بدأ يشتغل أنوار هيولي في المحلات ديل في أنوار هتتولي وهنا برضو في حاجات بولي معك طيب خلاص أنا نفتح الخزنة بعد ده ندور عربيتي بعد ده تعال شوف هنا شوف هنا اللمبة ده هتولي معنا أوكي شايف ولع طيب هنا اشتغل شايف اشتغل معك شايف اشتغل معك هنا القزاز لما نجي نعمل كده معناته دار نشغل الزجاج هناك طيب نمشي نشغل الزجاج يمين شايف اشتغل مراية ولو دار تشغل المراية الشمال اليمين تجيب هنا المراية هنا برضو كل شغال شايف نزل وتهد ودا بيشغل لك الجنبات البقالي يعني شفت هسه كده من هنا ممكن نشغل الجنب اللي هناك لما نضغط هنا ننزل طبعا انا ضغطت شوف هناك نازل زمان الا ترفعه بقالي السوفت وير نزل وكل حاجة اشتغل كل الشكر والتقدير يا جماعة شاركوا معنا واللايك وشير وإن شاء الله نتلاقى في موضوع تاني يا جماعة ده بيتطبق على كل السيارات الأمريكية سواء كان ميني فان شيفي عربية صغيرة كبيرة الجهاز ده ما دام بيجي فاضي ليه بيجي فاضي لأنه ما دار يصنع جهاز واحد لكل العربات لأي عربية جهاز لا
بيعمل لك جهاز واحد طابق واحد، لكن انت نزل فوقه السوفت وير اللي انت داره بال بال بالباسورد بال بالبين نمبر عشان رقم الشاسي. وده القديم طبعا حقق. وبعدين نصيحتي لكم الثاني، دائما في بعض الناس الواحد ينزل القزاز وبقوم مطر بيجي بينزل هنا يا جماعه، مويه ما تقبل، ما بقبل معنا مويه في المحل ده. لا ما تغسل العربيه، ما دائما خليه مغطى، لانه شنو انت لما تيجي تعاين تحت هي عباره عن كمبيوتر، تلفونك ده مش دار مويه، مش ما دار مويه يخش فوقه، برضه ما تخلي مويه يخش هنا. والسلام عليكم ورحمه الله، وكل سنه وانتم طيبين.